يا فخامة الرئيس، تمن على شعبك دوما أنك خلصتهم من صفوف العيش ومن صفوف الخبز. من الناس من نصيبه في اليوم خبزة واحدة. يا فخامة الرئيس، تمن على الشعب كهرباء سد مروي. ما تبقى معي يا جماعة ولا أي حزب ولا أي طريقة، لا صوفي لا أنصار سنة لا أخ مسلم لا شفت لا مؤتمر وطني لا شعبي لا أي شيء، لا حزب أمة لا حزب تحرير لا تابع لذاك. قال عيسى بن مريم اسمه سليمان أبو القاسم، ما تابع له ولا ذاك بتاع دواعش ديلك بتاع الخوارج ديلك الجزولي، مين الجزولي؟ ما تابع له ولا ذاك البكورك ذاك فخامة الرئيس وإن هؤلاء ووعدت وأخلفت وإلى آخر اسمه محمد أبو عبيدة. شبعان وارتاح صحته كويسة، تازل ذاته كان بقت نص عيشة بجنيه، أنت خسران شنو ذاتك؟ ما شاء الله أمورك واضحة، أنت مالك؟ ويا فخامة الرئيس وقاعد في المنبر والميكروفون والمكيف شغال، يعني لو قال في الصحراء وجيعان وبياكل في قرف الموز كان أقول عصر فك المنهج، لكن قاعد ويكون شرب ويكون خاتين لكوز وذاته معاه كوزات ولا وكوز بنفسه عليه مربو المهم خاتين لكوز تلقاه في جنب المنبر يشرب. وفخامة الرئيس بيكون تعيد عنده كوز عليه مربو ولا جخاش الدحاية بتاع كوز ولا شي شرب. فخامة الرئيس يا ولد انت مخالف الشريعة، فخامة الرئيس بتاع شنو تقول انت فخامة الرئيس؟ كلامك ده بتاع شنو؟ ده لخبطة سايا زول في الدين. وهؤلاء يزادوا العيش وزادوا هايجين الجماعة وزيدها بروج لهم. ويا فخامة الرئيس، طيب الزاد الدين ديل ما تجيبهم؟ ما تقول فخامة المكاشفي خربتوها، ما تقول كذي انت بس مشكلتك عيشة بس ووعود والرزق عند الحكومة ولا عند الله؟ وده ذاته طلعوا المنابر كيف ذاته، والله طلع المنبر كيف الزول له إلا أنا أكون سافرت سنار ولا محل هايته لخبطة ساية. أنا استغفر الله وتوب. قال فخامة، أنا والله غاضني جدا، قال فخامة الرئيس وعامل فيها شجاع ديل. شفت هوي الزول اللي بيتكلم في الحكومة ده ما شجاع والله، والله ما شجاع. أوريكم ليه، زول عنده اثنين ضده، يا الشعب كله إلا من رحم الله، شعب كله عنده الرأي ويتكلموا في المجالس والرأي مخالف السنة. يا رئيس بدل يواجه الشعب إذا مش شجاعته قول الحق، خليك زور راجل قول الحق وإن واجهت الدنيا كلها. تواجه نفر فخامة الرئيس ولا تواجه الناس دي كلها شجاعة؟ تواجه الناس بالحق لكن ما عاطفة ساي، بالحق. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا، قال صلى الله عليه وسلم كما في السنة لابن أبي عاصم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. ده مش حديث، من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. أنت الشعب والمصلين بيجوك بيقول لك أردم الحكومة، أدي فخامة الرئيس أديه، وأنت عندك حديث والرئيس ما بيسألك؟ كان حاضر الخطبة ذاته ما بيسألك، والله لو حاضر شفتها ما بيسألك ذاته. جابوا معاه لغاء قبل فترة، أنا سمعت الكلام ده، قال له أكثر موقف ضحكك شنو؟ قال في الخطبة قال ال 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 قال ال ال الخطيب ذكر حاجة في الحكومة، قال في عمك كبير وراي ما شايفني ولا قدامي، قال هيتو ذاتكم ما زيه ولا كلمة زي دي، قال المهم ردمني يعني الرئيس، قال عمك الكبير ده شنو ردمني، قال أنا عاين تلقيت زول عجوز، قال الموقف ده ضحكني. قال فهو ذاته لو قاعد وكلمته ويا فخامة، فخامة دي ذاته خليها، فخامة جبتها من وين؟ قول يا الرئيس هتاني في شنو؟ انت شجاعة في ذي الحكومة ادتك قالت لك اتكلم، حكومة ما شالتك دخلتك قلعوا لك ضفورك اتكلم، وليه أسي بدليل انه ليه أسي الزول اللي خلينه صح ولا ما صح؟ لكن امشي واجه الشعب
قل لهم الرسول قال لكم ما تخرجوا. انت مش عامل فيها شجاع بتكلم مع الرئيس، الرئيس ما خلاك، لكن كذا واجه دين. قل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما تمسكوا الدين في جانب وتخلوه في جانب، ودي ما سياسة. الرسول سيدكم صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لحذيفة اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. قل لهم كذي، دي الشجاعة كذي واجه الناس، مش تبقى جبان تجامل ولا عامل لأنه عندك منهج خرب في نفسك. أمشي للصوفية تكلم لهم ديل شالوا شنو الرئيس ماله معك؟ والله قالوا شالوا حقنا. حقك شنو ذاته؟ انت ما قاعد تاكل وسي وتشرب وشارب العصير وشارب السكر، وانت جيت ركبت الجمعه دي ما فطرت؟ انت محمد ابو عبيده ولا مين؟ مجار مساي والله عاملين فيها شجعان. امش مسجد بتاع ختميه ولا صوفيه، اطلع فوق المنبر. لا يا جماعه والله طبعا السماء دي خلقها الله يا ختميه، السماء دي خلقها الله. شيخكم قال انا عرشها والكرسي، أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. يا فخامة شيخكم كلامك باطل، الدوق عكازين أنا بعرفك شجاع، والله بعرف موضوعك ده شنو شجاعة. ما ده حق الله سبحانه وتعالى، الشجاعة أنت تعبان في عيشة ولا حق الله أعظم ياتو؟ حق الله سبحانه وتعالى. وكلام كثير ياخذ الناس مجارمة، والله حايدين من الحق. شفت الحق حايدين منه، هو الرزق منه عند الله، ما تسأل الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولا زح الحكومة زحينا، هذا تجينا إنت بتاع فخامة الرئيس، بتجينا إنت ده بشكلك ده وبوضعك وبكلماتك دي ومخالفتك للسنة ومخالفتك للأحاديث، دار تبقى الحاكم إنت خلاص نبقيك الحاكم. الله هذا تعمل شنو؟ هذا رسي العيشة دي من عيشة دار تبقى عيشتين، ورينا الحل بتاعك دار تعمل شنو؟ نحن الحل الرجوع إلى الله وشكر الله دليلنا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم شنو لأزيدنكم. طيب إنت بتاع الفخامة أحلك شنو الحل؟ شنو نزحك شيخك عبد الحي ده شيخكم محمد الأمين اللي إنت أسلوبك قريب من أسلوبه ده، مش ده شيخكم؟ هم بقي والرئيس محمد الأمين وعبد الحي ها بيسوي لنا شنو؟ بيسوي لنا شنو؟ داري مرقنا من البلد دي ولا داري الدين لك المجاني ولا داري عمل لنا شو؟ والمشكلتنا في البلد دي الآن أكل ولا عقائد منحرفة، والناس دار تأكل لمتين زار دارين يأكل ويشربوا لمتين. يا أخ محل الصعود فاتحة لسه، الشغلة دي أنا بعرفها كتمت لما الصعود ده يقفل والسجائر يقفل والحفلات تقيف. بقول الناس دي والله كان ما الشغلة عصرت ما بخلوا الهوى ده، لكن الصعود شغال كيس بقى بأربعة. أنا ما عارف كاشف الشغلة كاشف ليكم، خلي البرنجي بقى كم تقولوا أنا بضربه بيتحد الشغلة دي. الكيس بقى بأربعة والله يا زينوني ما فيها صفار، الكيس بقى بأربعة، كيس الصعود بأربعة والعيشة بجنيه. الشغلة دي لو فيها مرقة مفروض المرقة من ياتو مفروض تكسر العمار الممتازة توري العمار بتاعه. تقول لي يا أخي عيش يا أخي لما تبقى بأربعة أنا أشوف الكيس بقى بكم، لو ثابت أمورك واضحة بعدها وتكون خالفت في جوانب، لو لسه الشغلة يا ناس كذا نخش في موضوعنا.